ما حكم الجماعة التي تكون مسبوقة وتصلى جماعة أخرى بعد الصلاة التي أذن لها مع الإمام الراتب؟ لا حرج يعني. إذا وجدوا الإمام قد صلى يقيموا صلاة جماعة أخرى ويصلون كما أقام النبي جماعة أخرى في الشخص الذي دخل وفات الصلاة، قال لبعض الحاضرين ما يصدق على هذا ويصلي معه، يصلون جماعة، لأن صلاة الرجل مع الرجل كان صلاة وحدة، فإذا فاتت الجماعة وجد آخرون صلى معهم جميعا جماعة، قد فعله أنس وغيره من الصحابة. وأما قول من قال أهل العلم أنه يصلوا الجماعة ويرجعون إلى بيوتهم وصلوا أفرادا، هذا قول لا نسي بشيء، قول مرجوح وضعيف وخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة. الشهد الأخير الأفضل يدخل معهم، الأفضل دخول معهم ولو الشهد الأخير جامعنا، لأن النبي قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا جامع جماعة، إذا دخلوا ما صلوا دخلوا مع الإمام ولو مع الجماعة. ولو عدت الصلاة مثلا صلاة الفجر بعد صلاة الفجر في الأوقات من يعني ولو سواء الفجر ولا عصر ولا غيره، إذا جاءوا يصلون دخل معهم، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة، ولو قد صلى.